مشاهدينا خلينا نروح نتابع مع حضراتكم دلوقتي اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله، كمان اهم الماتشات اللي هتتلعب في الجوله العشرين من الدوري الانجليزي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيترأس قداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية صلوات رأس السنة من الكاتدرائية المرقصية بالإسكندرية وسط حضور شعبي في عادة سنوية للبابا، ويأتي ذلك في وقت بتستعد فيه الكنائس للاحتفال بأعياد رأس السنة والكريسمس في الكنائس المسيحية المختلفة، ومن أبرز مظاهرها التزيين ووضع شجرة الكريسمس بشكلها المعتاد في الكنيسة تكسوها الزينة بألوانها الزاهية. النهاردة هتواصل وزارة الثقافة فعاليتها بمناسبة العام الجديد 2024 اللي بتستقبله دار الأوبرا المصرية بحفلين بيتم إقامتهم في 8 مساءً. على المسرح الكبير يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني أمسية كلاسيكية بقيادة المايسترو الإيطالي فرانشيسكو دي مارو، كما يشهد مسرح معهد الموسيقى العربية سهرة طربية لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، وبتأتي ضمن سلسلة كلثوميات يقودها المايسترو صلاح غباشي وبتضم نخبة مختارة من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم. النهاردة العشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار الجولة العشرين من عمر المسابقة، هيلتقي أرسنال مع فولهام في تمام الساعة الرابعة، في نفس التوقيت هيلتقي توتنهام مع بورنموث.